يحمل أرمن لبنان ذكريات أليمة عن الإبادة الأرمنية، ذكريات لا تنسى ورثوها عن أجدادهم الذين أجبروا على ترك بلادهم. رافي وكيفارك يستذكران سوياً بعضاً مما ارتكب بحق أجدادهم. ذكرى الإبادة هذا العام ترافقت مع اعتراف أمريكي بالإبادة الأرمنية كحقيقة تاريخية، وهو ما اعتبر إنجازاً في مسار العدالة. جدي وجدتي كانوا ضحايا بهالمجزرة. بتذكر بي كان يخبرني أنه جدي راح على المعركة وكان وعدنا أنه بده يرجع وما رجع بالمعركة. أكيد راح ضحية بهالمجازر. أكيد هيدي إنجاز للشعب الأرمني. الحقيقة ما بتموت. كانوا عايشين بالأرفة، هجروا، بس هجروا في منهم ميت ستة ميت على الطريق وقت لن نهجروا. تراز تخونها الذاكرة أحياناً، لكن سرعان ما تعود لتروي فظاعة ما حصل لعائلة جدتها. كثير عذبوا النسوان، الأولاد ربطوهم جرون وراء الكاميونات وذبحوا النسوان الحبلة، وكثير يعني شيء ما بينحكى، شيء كثير بيوجع يعني. ويؤكد الباحثون أن القرار الأمريكي قد يشكل ورقة ضغط لحث تركيا على الاعتراف بما ارتكبه العثمانيون بحق الأرمن. أهمية القرار كما بتنبع من دور الولايات المتحدة كدولة عظمى وتأثيرها على تركيا، والضغط المعنوي اللي ممكن أو السياسي اللي ممكن تستخدمه الولايات المتحدة للضغط على تركيا، وتقوم تركيا بأيضا الاعتراف بحقيقة ما حدث في العام 1915، ومن ثم التعويض على الشعب الأرمني. اعتراف فاعتذار قد يفتحان الباب أمام تعويضات مادية أو معنوية لآلاف الأرمن من ذوي ضحايا الإبادة في لبنان ودول الجوار. لاقى القرار الأمريكي ترحيباً واسعاً في صفوف الجالية الأرمنية في لبنان، وإن جاء متأخراً بحسب كثيرين، لكن المطلب الرئيسي للجالية الأرمنية يبقى اعتراف تركيا بالمجازر العثمانية التي ارتكبت قبل أكثر من 100 عام بحق الأرمن. لاريسا عون سكاي نيوز عربية، بيروت.